السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. من نبيك؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. عبد الله. ابن عبد المطلب. عبد المطلب. ابن هاشم. هاشم. هاشم من قريش. هاشم من قريش. وقريش من العرب. قريش من بعض من العرب. والعرب من ذرية إسماعيل. ابن عرب من بعض من صفاء إسماعيل. ابن إبراهيم. إبراهيم. عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة. 40 قبل النبوة. 23 نبيا ورسولا. هو نبي ورسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى التوحيد وينذر ويحذر من الشرك. إذن لابد تكون هذه دعوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم بشر. وفي محمد يا إيمان. مات عليه الصلاة والسلام لأنه بشر. أكمل الله به الدين، هذا الدين ولله الحمد دين كامل، لا يستطيع أحد أن يضيف إلى الدين شيئا، لا يبتدع أحد. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى من أرسل؟ إلى أين من بعث؟ إلى العرب؟ إلى قوم خاصة؟ إلى أهل مكة؟ بعث إلى الثقلين الجن والإنس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر، سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي. عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أتباعه بأن إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنصارى حقا أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم دين واضح دين كامل. نشهد له عليه الصلاة والسلام أنه أدى الأمان ونصح الأمة أكمل نصح كان منه عليه الصلاة والسلام وبلغ كل شيء وبذل كل ما أعطى الله من قوة لتبليغ الدين عليه الصلاة والسلام. لابد أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسير على طريقته.